الحقيقه كان عندنا اخبار كتيره جدا النهارده، ولكن الوقت خدنا. خليني بس اقول لحضراتكم اهم خبر، او من الاخبار الهامه النهارده، مركز التسويه يقضي ببطلان انتخابات اتحاد الطائره على مقعد او على مقعد الرئيس وياسر قمر يرد. تلقى مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطائره برئاسه ياسر قمر قرارا من من مركز التسويه والتحكيم الرياضي بحل الاتحاد المصري لكرة الطائرة بناء على عدم قانونية اللجنة التنسيقية المسؤولة عن تصنيف أندية الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية. وأعلن مركز التسوية والتحكيم الرياضي فتح باب الترشيح على منصب الرئيس بنفس المرشحين للانتخابات السابقة، وهم ياسر قمر وشريف شمرلي. من جهته رحب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد العربي بقرار مركز التسوية والتحكيم الخاص بإعادة الانتخابات على منصب رئاسة اتحاد الطائرة. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الأمر خلال الفترات القادمة. خلونا نطلع فاصل ونبدأ فقرتنا الأولى مع أحد نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، هيكون في ضيافة البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل.